تم بفضل الله سبحانه وتعالى اللقاء مع الجهة المسؤولة عن ملف الأسرى لدى الدولة الإسلامية، وتوصلنا إلى المطالب التالية: تأمين منطقة منزوعة السلاح تمتد من وادي حميد إلى جرد طفيل إلى عرسال. ثانيا، تأمين معدات مشفى طبي معاصر مع مستودع أدوية متكامل لعلاج المرضى. ثالثا، إخراج كل النساء المسلمات المعتقلات بسبب الملف السوري. تعلن الدولة الإسلامية عن وقف قتل العسكريين أو تعرضهم لأي أذى طالما المفاوضات جارية، وأي إخلال بالمفاوضات أو أي إغلاق لحاجز وادي حميد يعرض العسكر للقتل. تم بفضل الله سبحانه وتعالى اللقاء مع الجهة المسؤولة عن ملف الأسرى لدى الدولة الإسلامية، وتوصلنا إلى المطالب التالية: تأمين منطقة منزوعة السلاح تمتد من وادي حميد إلى جرد طفيل إلى عرسال. ثانيا، تأمين معدات مشفى طبي معاصر مع مستودع أدوية متكامل لعلاج المرضى. ثالثا، إخراج كل النساء المسلمات المعتقلات بسبب الملف السوري. تعلن الدولة الإسلامية عن وقف قتل العسكريين أو تعرضهم لأي أذى طالما المفاوضات جارية، وأي إخلال بالمفاوضات أو أي إغلاق لحاجز وادي حميد يعرض العسكر للقتل.